بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من تبع بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في درس جديد خاص بمحور المكتبية، واليوم غادي نشوفوا القوالب في الوان. قوالب في الوان، هذا الدرس خاص بمادة معلوماتية لافورماتيك، والخاص بمستوى السنة الأولى علوم وتكنولوجيا. إذن اولا غادي نشوفوا ما معنى القوالب اللي يسمون بالفرنسويه لو موديل، ولا اونغلي يسمون تمبليت، ونشوفوا الاستعمال تاعهم. اذا اولا لدينا اشكاليه، وهي ان طلب منك مدير مؤسسه المساعده في حل الاشكاليه التاليه، وهي كلما اراد ان يبعث رساله الى احد زبائنه. هنا نهضر على مدير مؤسسه يعني انتاجيه او خدمات الى اخره، إلا وأعاد بإدخال اسم المؤسسة، عنوان البريدي، الهاتف، الفاكس، العنوان الإلكتروني، ورمز المؤسسة، تاريخ المؤسسة، العبارة التي تذكر في الرسالة. إذن هنا لاحظوا بلي عندما يريد مدير إرسال رسالة دائما يبقي يعاود يكتب المعلومات، إذن هناك ضياع الوقت. لهذا هل يمكن أن تثبت هذه المعلومات في رسالة واحدة وتصبح مهمة إدخال النصوص المتغيرة فقط؟ إذن هناك يعني نصوص ثابتة لا تتغير، مثال اسم المؤسسة، عنوانها، البريد الإلكتروني، الفاكس، رمز المؤسسة إلى آخره. هادو يعني هادو نصوص لا تتغير، تبقى ثابتة في المؤسسة، وهناك يعني نصوص متغيرة. إذن المطلوب هل يمكننا يعني تثبيت هذه المعلومات في رسالة وتصبح مهمتها إدخال النصوص المتغيرة. هنا قدام من ندخلوا في التفاصيل، أولا القالب يعني هو مستند يمكننا استعماله يعني عند يعني يوميا لعدم تكرار او كتابه يعني معلومات اللي نقدروا نكتبوها في كل المراسلات. نعطيكم مثال، شوفوا مثال باش نفهموا ما معنى القالب. اذا عندي هذه وثيقه خاصه يعني بمؤسسه تربويه، اذا عندي الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، وزاره التربيه الوطنيه، رمز المؤسسه، اسم المؤسسه، العنوان، الهاتف، البريد الالكتروني. إذن هذه نسميها نصوص ثابتة، يعني ما تغيرش. إذن الموضوع، القائمة الإسمية الخاصة بغيابات التلاميذ بقسم، مثلا لقسم واحد جدا مشارك علوم وتكنولوجيا واحد. إذن ما هذا النص هذا ما يتغيرش اليوم، يعني اوتوماتيكمون يتبدل يعني حسب يعني آليا. هناك يعني هذا الجدول خاص بالرقم، لقب الاسم، الفترة الصباحية، الفترة المسائية، وملاحظة. إذا هذه الوثيقة يوميا يعني نخدموا على كيفها، ندخل الإدارة. إذا دروك هنايا القالب شو؟ وهذه نعتبرها يعني نعتبرها مستند رئيسي. الآن نشوفوا مليح هذا المستند، أريد مثلا حفظه، يعني نحطوا هذا المستند لاستعماله دوما. اذا نقوم بحفظ تاعه اون ليستو ونديروه فيه على سطح المكتب مثلا. مكتب ونسميه مثلا جمهوريه الجزائر الديمقراطيه الشعبيه. اذا اون ليستو نشوفوا سطح المكتب. سطح المكتب راه عندنا نشوفوا المستند اللي قمنا بحفظه، وهو هذا هو. اذا مثلا عندي اليوم عندي غائب واحد سموه
أم مثلا. إذا أريد يعني هنايا في هذه الحالة أريد حفظ هذا المستند لكن عن طريق القالب. إذا شو مليح الطريقة اللي غادي نديرها هي فيشي اونسيسو هنايا ديروا مثلا دائما على سطح المكتب، لكن غادي نستعملوا يعني الحب عن طريق موديل، عن طريق موديل ولاحظوا مليح. إذن الفيشي دي أو المستند اللي احتفظناه هذا هو هذا تاع اليوم. إذن لاحظوا مليح هذا يعني المستند الرئيسي يعني السورس، هذا يعني القلم. الفرق بينهما يعني اللون هنا شو مليح، اللون أزرق، أنا نقصد لون أزرق. سوف نقوم بفتحه هذا هو. إذن هذا هو وين يعني قمنا بشرحه، وهو كان اللقب أ والاسم أم يعني التاريخ الأخير. هذا فيما يخص هذا المثال تاع القلم. إذن أعيد وأذكر أن القالب يعني أو هو مستند ينشأ يعني عن طريق قالب رئيسي، وين هناك يعني معلومات ثابتة وهناك يعني معلومات إضافية نقوم بإضافتها يعني يوميا أو فترة صباحية مسائية إلى آخره. إذن ونقوم بحفظه عن طريق يعني موديل وورد أو تمبليت. وهناك بعض القوانين التي تكون يعني جاهزة وبنشوفها. مفهوم القالب. القالب هو نوع من المستندات ينشئ نسخة لنفسه عند فتحه. هذا إذن كل مستند وورد يعتمد على قلم. مما إن باج يعني بيضاء تعتبر قلم. القالب الافتراضي في الوورد هو نورمال بوان دوت تام دي او تي ام. إذن يحتوي القالب على خط المستعمل، حجمه، نمط الفقرات، أنماط العناوين، الهوامش، وقد يحتوي أيضا على نصوص ثابتة، أنماط خاصة. إذن هذا فيما يخص كما شفنا في المثال. إذن افتراضيا تحفظ القوانين داخل مجلد سيتيزاتر، أو يمكننا حفظ القوانين في أي مكان، سطح المكتب، مجلد، مفتاح USB، حتى نستطيع استخدام القالب على أي جهاز كما درنا حنا في المثال وين قمنا بالاحتفاظ فيه على سطح المكتب. إذن إنشاء مستند جديد من قالب موجود، هذه العملية درناها، يعني يسمح لأن معالجة النصوص الورد بإنشاء مستندات جديدة باستخدام قوالب جاهزة. يعني كيكون عندنا قالب جاهز يمكننا يعني إنشاء مستندات جديدة باستخدام القوالب الجاهزة. الطريقة الأولى ننقر على زر مايكروسوفت أوفيس، ثم ننقر على نوفو أسفل موديل، نجد عدة خيارات. وهنا غادي نشوفها مثلا إذن نديرو أوفرير، عفوا نوفو، وهناك يعني نجمو نشوفو يعني كاين دي موديل، مثلا هذا قالب، ولا لو شيف دي موديل أونلين، كاين دي موديل أونلين، ولا كاين هذا مثلا هذا سيت أن موديل، ويمكن يكون كاين مثلا يعني أنواع من القوالب إلى آخره. إذن الطريقة الأولى أو إنشاء مستند جديد من قالب موجود، هناك يعني قوالب تكون موجودة يعني في الورد. كاين كذلك القول الموجودة يعني موديل انستالي، القول موديل انستالي يعني في دائما في الورد. الطريقة الثانية وهي إذا كان الملف القالب موجود في المجلد الخاص على سطح المكتب أو بمفتاح USB، ننقر بالزر الأيمن للفأرة على الملف
نوفو، ننقر على نوفو يفتح مباشره مستند جديد في هذا القالب. يعني العمليه اللي شفناها يعني قبل قليل. وهناك انشاء قالب ثالثا، انشاء قالب من المستند، نفتح مستند الذي سيكون اساسا القالب، او ننشئ مستند جديد ونجري عليه التنسيقات التي نريد ان يحتويها القالب، نحتفظ على شكل القالب. يعني هنا عندما نقوم باحتفاظ يعني نديروا موديل وورد، موديل وورد، ويعني ايقونه تجي مختلفه على يعني الايقونه اللي تكون معتمده تشويقا. يعني شوفوا مليح هنا، هذا يعني الموديل الرئيسي، وهذا القالب المنشا يعني عن طريق هذا الموديل الرئيسي. نعاودوا نشوفوا العمليه. إذن هذا الوثيقه هذه يعني وثيقه رئيسيه، وين يعني دائما نستعملوها. مثلا هنا في مؤسسه تربويه خلال السنه الدراسيه، إذن سيتبدل يعني آليا اليوم التاريخ، ويعني اذا كان هناك غيابات في الفتره الصباحيه او الفتره المسائيه. إذن او القالب الذي تم انشاؤه اولا يختلف عن هذا في اللون. اذا نقوم بفتحه، اذا المعلومات تبقى ثابته ما عدا يعني كتابه الغيابات. هذا فيما يخص القالب. اشكركم على حسن انتباهكم، والى الملتقى ان شاء الله.